لا كان نوع من قلة أدب، دي كانت قلة أدب ومفهومة يعني، هم مجموعات معينة حطيني في دماغهم تمام، بس أنا مبسوطة أن أنا مضايقاهم يعني ولعي فيهم. مش أنا، هم بيولعوا لوحدهم، ما بولعش في حد، هم مع نفسهم بيولعوا. نجم رانيا يوسف، منورات الدنيا، بتعالي للمره المليون ببقى اسعد حد في الدنيا وانا بسجل معاك. ربنا يخليك، ميرسي، كلك ذوق. المماليك مبدئيا اكيد رمز الحاجه، لانه المسلسل مش تاريخي، فانتوا مماليك لايه في العمل ده؟ اللي اعرفه ان ده اسمه مؤقت، ما اعرفش المسلسل هيبقى اسمه ايه بعد كده. لو رسيو على المماليك لازم اسال السؤال ده الحازم. انت لسه ما عندكش اجابه؟ ما عنديش اجابه، لان انا لما سالت ليه المماليك قال لي ده اسمه مؤقت، فمش عارفين لسه هيبقى اسمه ايه. بشكل عام انت مملوكه لايه في الحياه؟ لا انا الحمد لله مش مملوكه لاي حاجه خالص. لا خالص. لا 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 خالص. طبعا. انك تكتبي وصيه تقولي فيها انا بتبرع باعضائي، مش كتير بيعملوا كده، والناس حتى بتقول لك هو حرمه الموت ولا وما اعرفش ايه، رغم ان ده ثواب ممتد يعني، فدي جرأة منك؟ كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، اللي شايفه حرمه ميت ما يعملهاش، اللي مش شايفه كده يعمل، يعني كل ربنا خلقنا احرار. صح. انت حر، اختار اللي انت عايزه. طبعا. صح؟ صح تمام. انا شخصيا شايفاها انه منفعه لغيري، بدل ما جسمي ياكل الدود، حد يستفيد بقرنيه، حد يستفيد بقلب، حد يستفيد برجل، بصباع، اللي انتوا عايزينه. يعني اي استفاده من اي حاجه تمام، طول ما انا هفيد. ما هي انا بالنسبه لي انا شايفاها ذكاء يعني. الله أعلم، ما تدخلنيش في القصة دي، أنا ماليش دعوة شرعا ولا مش شرعا، دي مش قصتي، دي مش منطقتي. لكن أنا بتكلم على فكري اللي قد كده، دماغي اللي قد كده، قد دماغ النملة. أنا شايفة أنه بدل حد ممكن يستفيد بحاجة يعيش بقلب، الله أعلم، بما أني عايزة اللي عايز يتبرع بأي حاجة يتبرع، يعني دي حرية شخصية. عايز اتكلم معاكي عن النجمه طبعا دلال عبد العزيز وحزنك عليها، مش كتير النجوم بيعملوا ده، فانا عايز اعرف بس اكتر حاجه كنت حزينه فيها. كتير بيعملوا كده لما يبقوا قريبين من بعض، يعني لما يبقوا فعلا زمايل وقريبين من بعض ده بيحصل. يعني مدام ميرفت ومدام دلال ومدام رجاء الجداوي الله يرحمها كانوا ثلاثة قريبين من بعض. مدام ميرفت حزينه، ما حدش بيسمع عنها حاجه، ولما يبقوا قريبين من بعض طبيعي هيحزنوا الحزن ده، طبيعي. انا كنت قريبه منهم، مش شرط ان انا اقابلهم كتير علشان ابقى قريبه منهم، لكن انا ابتديت مع الاستاذ سمير غانم بدايتي معاه. اخر مسلسل مع مدام دلال عملته كنت معاها في لبنان، انا ودنيا وامي تربطنا صداقه، على قد ما احنا ممكن ما نكونش بنشوف بعض كل يوم او كل فتره، لكن احنا قريبين، روحنا قريبه من بعض، بحس انهم بناتي، اخواتي الصغيرين، فاهم قصدي؟ فانا لما ده حصل حسيت ان انا قريبه قوي من العيله دي، فاخدت وقتي بس في الحزن شويه. بس يسرى برده كانت قريبه منهم قوي، وكان تصرف برده الناس انتقدته بشكل غير طبيعي في نفس اليوم. ماليش دخل، ما تدخلنيش مع حد، انا ما اعرفش ظروفها ايه بصراحه، وكل واحد برضو. انا من الشخصيات اللي بدي اعذر للناس، هي برضو لسه خارجه من وفاه والدتها، ممكن بتكون مش عايزه تتحط في موقف يرجع لها الحزن تاني، بتحاول تخرج من حزن. يا جماعه احنا ما نعرفش ظروف الناس ايه، احنا ما نعرفش نفسيات الناس فيها، انتوا طول الوقت الناس بتشوفنا من بره، لكن محدش بيشوف الناس دي لما بتروح ويتقفل عليها الباب في بيتها بتبقى عامله ازاي. ممكن تكون رايحه فرح، ايوه رايحه فرح، عايزه تخرج من مود، نفسيتها تعبانه، مش عايزه تفتكر الم معين او حزن، هي حره على فكره. شايفه انه لما يطلع هاشتاج لصوره ليكي مع مدرب برشلونه ده كان نوع من التحرش بالهاشتاج اللي طلع ده؟ لا كان نوع من قله ادب، دي كانت قله ادب ومفهومه يعني، هم مجموعات معينه حاطيني في دماغهم تمام، بس انا مبسوطه ان انا مضايقاهم. يعني ولعي فيهم. مش انا، هم بيولعوا لوحدهم، ما بولعش في حد، هم مع نفسهم بيولعوا. تمام. بيولعوا مع اي نجاح ليا، مع اي حاجه لطيفه ليا بيولعوا. تمام. يولعوا. خسارتك لقضيتك مع نزار الفارس الموضوع مضايقك؟ خسارتي؟ لا انا ما خسرتش القضيه. هو الكلام اللي اتقال ان هو الجزء او التعويض، انا ما اعرفش انتوا بتجيبوا الكلام ده منين. ده بيانات نزلت واخبار البيانات دي طالعه منين، انا ما اعرفش الحاجات دي انتوا بتجيبوها منين. في محامي نرجع له،
لكن كل جريده وكل موقع بيتكلم مع نفسه. انا ما خسرتش اواضي مع النزار، ولسه الكلام ده ما بدري قوي عليه، لسه في جلسه يوم 23 وحاجات كتيره قوي، وانا رافعه عليه اواضي. يعني انا مش عارفه انتوا بتجيبوا الكلام ده منين. يعني النتيجه جايبينها من كنترول، اني كنترول يعني الموضوع اتصرف كده بقى غلط يعني. يمكن تضغط اعلان. انا على فكره انا لما بسمع وبقرا الحاجات دي بضحك، يعني بقول الناس دي بتجيب الكلام ده منين. تمام. عايز اتكلم معاكي عن اللعبه، عملتي دور يجنن في اللعبه، فمكمله في اللعبه ثلاثة؟ لا لا خلاص، هي انا العب اللعبه مره واحده ما ينفعش تتلعب مرتين بقى خلاص بالنسبه لي. وهتهربي؟ انا قلت هتنتقمي. لا لا ما انتقش، ما انتقمش من صحابي ابدا ابدا ابدا. لا لا عايز اعرف بقى بجهاز جديد كمان الفتره اللي جايه. بصور المماليك اهو دلوقتي، وان شاء الله هستأنف شارع 9، وان شاء الله بعد الجونه باذن الله داخله في المين سينما باذن الله قريب ان شاء الله. رقصه مع جوهره، يمكن الناس غارت لانك رقصتي احسن من جوهره. وغاروا من ايه لما يشوفوا اتنين بيرقصوا حلو يغيروا ليه؟ تبسطوا تغيروا ليه يا جماعه؟ خليكم متفائلين، خليكم تحبوا الحياه كده وتشوفوا دايما الحاجه الحلوه، بلاش نشوف الجانب المظلم، شوف الجانب البرايت المضيء. شايفه الناس لما بتنتقدك بتحبك ولا بتغير منك ولا شايفاها ازاي؟ مين ده على ده على كوكتيل. اللي بينتقد بيحب، وساعات في انتقاد بيبقى لطيف بيخلوني اخد بالي من حاجه معينه، وفي ناس بتغير، واللي عايز يعمل حاجه يعني اي مشاعر تطلع منكم تمام، ما عنديش مشكله. انك هترجع تمثل تاني يعني؟ طبعا عملت شغل حلو ورجعت ريحت كده، هتكمل ولا ايه الموضوع؟ لا دلوقتي في دراسه بقى وفي مدرسه وفي شهادات وفي فلوس بتتصرف على الدروس الخصوصيه، لازم نركز بقى شويه. عايزين نشكرك جدا وبجد شرفتينا. ميرسي، ربنا يخليك.